كادت عاصفة الساعة التي هبت في لبنان أن تغطي بثقلها أمراً عظيماً لا يعيره أحد أي انتباه، وسيدخل البلاد في زوبعة كارثية ستقضي على ما تبقى من خراب. يعني ما في خبز، ما في أكل، ما في شرب. أيها المشاهد، ما سيفعله لوبي الإفلاس في لبنان خلال الأيام المقبلة تخطى حدود الرحمة وتجاوز الخط ما بعد الأحمر. فإلى أين سيذهب لبنان؟ وهل يغادر الغراب الأمريكي سماء بيروت إلى غير رجعة؟ وما هو النداء الأخير الذي سيطلقه نائب رئيس الحكومة عبر هذا الفيديو؟ تابعوا حتى النهاية. من هلا لآخر رمضان، لآخر رمضان بخي مشيول مياه. في غضون 5 أيام فقط دق ناقوس الخطر مرتين. الأول من صندوق النقد الدولي حين أطلق صرخة لم يسمعها أحد بسبب التهاء المسؤولين بأزمة الساعة، حين أكد أن لبنان يقبع على مفترق طرق خطير وسيغرق في أزمة لا نهاية لها. وأخرى من نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاد الشين الذي أطلق صرخة مدوية قد تكون الأخيرة، معبرا عن خشيته من أن يقفل باب الإنقاذ، فالضوء في نهاية النفق يخفت ويكاد ينطفئ كليا. فهل انتهى الاتفاق مع صندوق النقد إلى غير رجعة؟ شوف، ما سمعت من كلام انه الاتفاق موجود، هذا كلام علاقات عامه لا يغني ولا يثمن من جوع. انتهى الاتفاق اللي عقد مع صندوق النقد ولم يعد موجودا عمليا، واذا بدنا نعمل اتفاق جديد نحن بانتظار حكومه جديده، يعني انتخابات رئاسه، حكومه جديده، ثم تفاوض جديد مع صندوق النقد. وفي اقول لك من هلا لن نحصل على شروط افضل من اللي رفضناها، يعني حتكون الشروط المقبله أقصى وأشد. فبالتالي نحن ضيعنا فرصة ذهبية، اليوم عم يدفنوا الاتفاق مع الصندوق ولو أنه ما حدا عم يصرح بهذا الشيء، ولكنه انتهى عوض بسلامتك وتخبز بالأفراح. ربما ما قاله صحفي منير يونس حاول سعاد الشامي قوله بطريقة منمقة في موقف لافت وغير مسبوق، فعلى طريقة اللهم أني قد بلغ لمح الشامي في حديث عبر سواتشوت إلى أنه أنجز مهمته الأساسية في الحكومة، وهي تحضير برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاق مع صندوق النقد، ملوحا بأنه مع وجود حكومة مستقيلة قد ينكفئ المسؤول مضطرا إلى الظل حتى لا يكون شاهد زور. في شيء غير بريء عم بيصير او لوبي يمكن عم بيشتغل لنفض لبنان ايده من موضوع صندوق النقد؟ الحقيقه وصلت لمرحله عم فكر انه مش معقول بعض السياسيين الموجودين بلبنان ما يعرفوا خطوره الوضع. يعني حاله الانكار او شيء اعتقد انه يمكن ما في المام بالامور الاقتصاديه، بس وصلت لمرحله انه مش معقول، لانه كل الناس والجماعه اللي عندهم سياسيين مش يعني الاذكياء بيعرفوا الوضع، بس ليش عم يتصرفوا هيك حقيقة ما بعرف. يعني في أطراف سياسية عن سابق إصرار وتصميم عم بتروح ل يعني إفشال تعاون لبنان مع صندوق النقد. التصرفات اللي عم بتصير بتدل إنه إيه، كأنه في ناس ما بدنا صندوق النقد. من دون الاتفاق مع صندوق النقد لبنان وين رايح؟ يعني بدون اتفاق وبدون إصلاحات ما بعرف، يعني ما بحب أفكر وين رايح بدك حقيقة، ما بحب أتخيل وين رايح، لأنه رايح وضع كتير مأساوي وصعب. رايحين على صوملي، انت مش شايف اليوم انه اعمال العنف عم بتزيد؟ مش شايف اليوم انه 3/4 المجتمع خارج دولة القانون، كاش ايكونومي خارج الافصاح، نحن عم نطلع من العالم، ما حدا منتبه، عم نطلع من العالم، صايرين نحن بقرة لحالنا، كاش ايكونومي، تبييض اموال، اعمال عنف، دولة قانون مش موجودة الى اخره. بعد انتهاء الزيارة الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى بيروت، يمكن القول أن وهم الاتفاق مع الصندوق سقط نهائياً، وقد طويت صفحة صندوق النقد ضمن استراتيجية ممنهجة أبطالها مسؤولون لبنانيون أباً عن جد. البعض يصف الصندوق بأنه غراب كان يحلق في سماء البلاد المتحضرة، لكن طار هذا الغراب تاركاً وراءه الخراب ثم الخراب ثم الخراب. فما رأيكم أيها المشاهدون؟ هل بتم مقتنعين بأن ما يحدث ليس بريئاً؟ وهو إفلاس ممنهج، وإلى من تحملون مسؤولية هذا الخراب؟ لنناقش هذا الأمر في التعليقات.